احنا ستارت اب اسمنا واير مايكرو سيستمز، بنقدم سوفت وير اسمه اكس ماشين. اكس ماشين هو اسرع ريكفري سوفت وير لويندوز اوبريتنج سيستم على مستوى العالم لحد النهارده. وات ايفر كان ايه حجم المشاكل اللي بيحصل عند الناس في السوفت وير، في الانترنال ريسورسز، في الويندوز، في البرامج، في التعريفات، في اي حاجه، حتى لو وصل لحاله البرمننت فيلير خالص، حتى لو الكمبيوتر بقى ما بيفتحش، جاب شاشه زرقاء، كل الكلام ده. الناس في العادي، كل المستخدمين العاديين بيحتاجوا ان هم بيروحوا لحد يصلح الكمبيوتر. الحد ده بيحتاجوا مجهود عشان يروحوا لحد ده وينقلوا الكمبيوتر بتاعهم، بيحتاجوا وقت عشان خاطر يصلحوا الكمبيوتر بتاعهم او الحد ده يصلح الكمبيوتر، بيدفعوا كوست كل مره علشان خاطر الصيانه، بلس ان بيبقى فيه برايفسي اكسبوجر للناس دي، لان بيبقى فيه داتا خاصه بيها على الكمبيوترز، والتك جاي او الحد اللي بيصلح الكمبيوتر ده بيقدر ياكسسها كلها. ممكن يبقى في حد فيهم سايب الاكونت بتاعته كمان السوشيال ميديا اوتو لوجن، فبيقدر دلوقتي يخش عليها ياكسسها، ففي برايفسي ايشو هنا. الفكره ان احنا بنختصر رحله العذاب على الناس دي كلها بكليك ماوس واحده بس، وانتظار لمده ثانيه زمن واحده بس، وانت قاعد مكانك في البيت، في الشارع، في العربيه، في الطياره، في اي حته في الدنيا. وانس انك بتدوس كليك الماوس واحده دي، بتستنى لمده ثانيه زمن واحده، الكمبيوتر بيرجع زي ما كان بالظبط بدون اي مشاكل. وهنشوف هي نرمين جربته عموما، وهنجربه مع بعض تاني. احنا دلوقتي بندلت الريسورس بتاع مايكروسوفت اوفيس. ودلوقتي حالا بندلت الريسورس بتاع فوتوشوب من البروجرام فايلز. ده اسوأ من ان احنا نعمله ان انستليشن يعني. ده طبعا الريزلت بتاعته، ان احنا لما نيجي نفتح فوتوشوب مش هنلاقيه، نيجي نفتح اي حاجه ريليتد للاوفيس مش هترد معانا. احنا دلوقتي بقى هنعمل الاسوأ تماما، وهنحاول ان احنا نعمل كراش ويندوز بالكامل عن طريق ان احنا هنروح عن سيستم 32 فولدر، وهنعمل ديليت للانترنال ويندوز ريسورس من هنا. احنا بنحدد كله. طبعا الناس اللي فاهمه عارفه خطوره اللي بيحصل دلوقتي، ومتاكده ان هيحصل كراش لويندوز بالكامل يعني. نجرب نعمل ريستارت دلوقتي عشان نشوف السيستم بتاعنا حصل له ايه. دلوقتي طبعا اكس ماشين افيلبل على طول عند الستارت اب، بيخيرني كل مره انا عايز افتح الكمبيوتر وعايز اصلح الكمبيوتر. دلوقتي احنا هنفتح الكمبيوتر عشان نشوف الافكت بتاع اللي احنا عملناه ده تيكن ولا ايه اللي حصل له. بالظبط زي ما توقعنا، ويندوز حصل فيه كراش، جاب البلو سكرين الجميله بتاعته، مش هيفتح تاني خلاص. في اللحظه دي احنا محتاجين نروح نوديه لحد يصلحه، او نروح خوض احنا معاه رحله العذاب عشان خاطر نصلحه. ويندوز انستليشن ريكفري، كل الحاجات دي، خصوصا ان الكلام ده بياخد وقت طويل جدا بالنسبه للمهندسين والناس اللي بتشتغل على جرافيك ديزاين او حاجه شبهه يعني. نجرب نفتح تاني ويندوز عشان خاطر نتاكد. ويندوز وقع فعلا. كل اللي احنا محتاجينه في الحاله دي بدل كل رحله العذاب اللي اتكلمنا عنها، ان احنا بس هندوس كليك ماوس واحده على الاوبشن بتاع الريبير، ونستنى زمن اقل من ثانيه بالظبط عشان كل حاجه ترجع زي ما كانت. هنروح على الاوبشن التاني. طبعا احنا لاحظنا دلوقتي ان الزمن اللي طلع فيه السكسس مسج اقل من الزمن اللي عيننا بترمش فيه يعني. دلوقتي هنختار المره دي ان احنا عايزين نفتح الكمبيوتر. الكمبيوتر فتح، ستارت اب اولموست فول. نحاول دلوقتي نفتح سوفت وير من اللي احنا عملنا لهم كوربشن. وورد شغال كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل. جاهزين نكمل شغلنا حالا بدون اي عطله، في البيت، في الشارع، في الاتوبيس، في الطياره، في اي مكان في الدنيا، حتى لو احنا شغالين على البطاريه والنور قاطع زي ما بيقولوا كده يعني. احنا جاهزين نكمل شغلنا حالا، مش محتاجين نروح لحد، احنا سافرنا في الزمن حرفيا، وكاننا ودينا الكمبيوتر ده لحد صلحه وجبناه تاني وكملنا شغلنا عليه. شكرا.